نشهد اليوم سلمى مع غروب الشمس الاستعداد لالتماس سهلة شهر رمضان المبارك، هو عنوان مساحتنا الصباحية لليوم مع رئيس الجمعية الفلكية السورية الدكتور محمد العصيري. صباح الخير. يسعد صباحك نور، صباح الورد، صباح الخير سلمى، يسعد صباحك. صباح آخر يوم قبل بداية شهر جديد إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة، رمضان المبارك يا رب يحمل معه الخير والسلامة والصحة يا رب لبلادنا ولكل بلاد العالم إن شاء الله، وانتهاء وباء كورونا اللي فعلا الدكتور محمد، يعني دائما بنستعد بهي الايام لحتى نلتمس اهله شهر رمضان المبارك. هذا العام يختلف هذا الموضوع قليلا، يمكن يبرز دور الجمعيه الفلكيه السوريه بهذا الموضوع بناء على القرار الذي اتخذ بتوكيل هي المهمه لكم بشكل رسمي من اجل طبعا الاجراءات الاحترازيه لتصدي الفيروس كورونا. خلينا نحكي عن الاستعدادات لهذا الموضوع. تمام، طبعا كان قرار هذا العام قرار جريء من القاضي الشرعي الأول وبتشكروا عليه، اللي هو إعطاء الجهة العلمية التي تملك الأجهزة العلمية والتقنية والمختصين فرصة كبيرة جدا بأن تكون صاحبة نفوذ في موضوع تحديد هلال شهر رمضان المبارك والأشهر القمرية بشكل عام. هذا العام القاضي الشرعي الأول وكل مهمة رصد هلال شهر رمضان، موضوع الرصد والالتماس للجمعية الفلكية السورية. نحن مباشرة تلقفنا هذا القرار بكل مسؤولية، جهزنا مجموعة من الشباب المختصين بأجهزة التلسكوبات، وزعناهم بكل معظم المحافظات السورية، صار عندنا بكل محافظة أو خلينا نقول 90% من المحافظات السورية مكان للرصد مجهز بتلسكوب، بأجهزة اختصاصية، بكمبيوتر لالتقاط الصورة، ببث مباشر في حال قدر يشوف الهلال مباشرة يعملنا بث مباشر. حاولنا يكون الأمان كتير حلوة وكتير ظريفة. إضافة لهالشي بدأنا بدورة للشباب على استخدام أيضا التواصل مع جهات أخرى، ربطنا مع مراصد عالمية في حال أنه تم رؤية الهلال بأي مرصد عالمي، نتبادل البيانات والمعلومات عن مكان الهلال، ساعة الرصد، حجم الهلال، كل هالمعلومات هي. فعلا نحن سعيدين جدا بهذا القرار، ما تخيلوا قديش أعطانا حماس واندفاع نحن كشباب. يعني نحن دائما الهلال يشكل عنا ناحية من مناحي عمل الجمعية الفلكية السورية، فاليوم نحن متحمسين كتير كتير. يعني في عندنا تحدي من الصبح، صدقوني الكاميرات شغاله، التلسكوبات شغاله، الشباب شغالين، يعني عم يتابعوا، حتى عم يتابعوا حركه الشمس لانه بهمنا وين الهلال بعد الشمس. نحن من بدايه شعبان ونحن عم نصور القمر، تتذكروا القمر العملاق من فتره حكينا عنه، هذا كان المعيار الاساسي وذكرنا لتحديد شهر رمضان المبارك، لما يكون القمر عملاق يعني القمر مكتمل 100%، وبالتالي هذا منتصف الشهر الهجري تماما، وبالتالي بيساعدنا على تحديد الشهر التالي. يعني مثل هلا نحن عندنا شهر رمضان، اضافه لهالشيء وين بيغرب الهلال، نقطه الغروب اليوم ان شاء الله على الساعه تقريبا 7:15 7:12 دقيقه بالضبط مع غروب الشمس اليوم، راح يكون ذروه عملنا، لانه بيكون معنا 20 دقيقه ما بين غروب الشمس او 21 دقيقه حتى تكون دقيق جدا لغروب الهلال. طبعا هلال رمضان ولد باكرا، يمكن عم تشوف صور. تماما ولد باكرا هلال شهر رمضان، وبالتالي في اريحيه اليوم، قد يكون الرؤية العينية بالعين مجردة مستحيلة، لا نفكر فيها. ودائما نحن بنقول بالجمعية، وكان هذا صوتنا العالي من 10 سنين لليوم، من وقت ما تأسست الجمعية لليوم، ننسى موضوع الرؤية البصرية، لأن الرؤية البصرية بسبب التلوث المناخي العالمي، بسبب التلوث الضوئي العالمي اللي ما كان بزمن أجدادنا الأولى، يعني ما كان في عندنا الأضوية بأجداد زمن أجدادنا، هذا بيمنع رؤية الهلال بالعين المجردة. يعني نحن إذا الشهب يلي كنا امبارح كان ذروتها وهطل شهابي وكذا كان منخفض عدد الشهب، تماما معظم الناس ما شافوا شهاب او شهابين، ليش؟ لانه في عندنا تلوث ضوئي. طيب نحن هذا التلوث الضوئي بيجعل من رؤيه الهلال شبه مستحيله بالعين المجرده، يعني ما في انسان ممكن يشوفه، خاصه الناس العاديه لا يمكن انه يشوفوا هلال باليوم الاول. اليوم صار قانون هذا، لانه عم يبقى الهلال لحتى ينشاف بالعين المجرده باليوم الاول ما يتجاوز 34 دقيقه، وبالتالي صرنا نحن عم نحكي بهلال اليوم الثاني، وبالتالي اليوم صار فرض علينا انه نستخدم اجهزه مساعده مثل التلسكوبات، التقنيات الحديثه، الكمبيوترات، البرامج المحطة. يمكن مسؤوليه كبيره على الجمعيه الفلكيه اليوم، اخذتوا جميع الاجراءات دكتور محمد لرصد هلال رمضان. خلينا نحكي عن اليه الرصد، كيف رح تتم؟ يعني مثل ما قلت انتم منتشرين في جميع المحافظات، اللي بيلتمس الهلال كيف رح تتم اليه؟ يعني في خطه عمل حاطينها واضحه ليتم تصويره ورصده والاعلان؟ تمام بالضبط، نحن كالتالي خطه عملنا، كل مجموعه من المجموعات اللي وزعناها بالمحافظات تتالف من 4 اشخاص، شخص هو المسؤول عن حركه التلسكوبات وضبطها، شخص مسؤول عن الكمبيوتر
الكمبيوتر، شخص مسؤول عن البث المباشر، شخص مسؤول عن التصوير بحيث اذا شاف الهلال او التقط مباشره في كاميرا بتنحط على التلسكوب بتلتقط صوره للهلال، بحيث يكون عندنا مو بس رؤيه للهلال، تصوير لهالهلال ونشره على وسائل الاعلام لاحقا بعد تصويره. طبعا كل مجموعه مرتبطه مع المركز اللي هو حيكون دمشق، اللي حيكون مكتب القاضي الشرعي، حنكون موجودين بمكتب، نحن كاداره مركزيه حنكون موجودين بمكتب القاضي الشرعي، كل هالبيانات القادمه من كل المحافظات بالاضافه الى دمشق وريف دمشق راح تصب على جهاز الكمبيوتر الموجود عند القاضي الشرعي. عندنا الشاشه بتكون مقسمه لعده اقسام، شايفين كل مجموعه شو عم تشتغل، شايفين السماء، وضوح الرؤيه، الجو يا ترى في سدم بالجو، في غبار، في غيوم، شو وضع الجو كله شايفينه 100%. على فكره بدانا عملنا من ساعات الصباح الاولى، يعني نحن هلا حاليا شباب عم يشتغلوا مع الشمس، عم يصوروا الشمس يتابعوها بالتلسكوبات لحتى تغرب تماما. طبعا نحن بنتابع الشمس بالتلسكوبات بفلاتر مشان ما حدا يعني اذا عنده تلسكوب يطلع على الشمس، لا يستخدم فلاتر محدده. فاذا بنتابع الشمس للحظه غروبها، لحظه غروبها تماما، تحديد لحظه الغروب بنعرف تماما وين بيصير الهلال، باي زاويه عن الشمس، بنوجه مباشره التلسكوب على المكان يلي هو الهلال بيكون تماما فيه، وبنعد 20 دقيقه او 21 دقيقه لحتى غروب الهلال. بهال 21 دقيقه بنحاول نلتقط صوره للهلال مباشره، اذا التقطنا صوره ترسل الى مكتب القاضي الشرعي، بشوف القاضي الشرعي وهو صاحب القرار الاول والاخير بالاعلان عن بدايه الشهر. اذا تامنت الصوره طبعا مباشره بيعلن القاضي الشرعي، اذا ما تامنت الصوره بنحاول نتواصل مع مثلا اذا كان عندنا جو غباري مثلا ما قدرنا، بيكون في عندنا ارتباط مع دول الجوار، الاردن، الامارات، غير دول من دول الجوار، نحن كمان شايفين تلسكوباتهم وشايفين تلسكوباتنا، يعني حتى اليوم نحن كفلكيين في تواصل، مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء انه اليوم كورونا يمكن ساعد الفلكيين انه كل الفلكيين بمعظم الدول العربيه اليوم لهم دور بتحديد بدايه الاشهر القمريه، فنحن تواصلنا بيننا وبينهم، ربطنا حتى تلسكوبنا معهم، ربطوا تلسكوباتهم معنا، بحيث اذا نحن شفنا كمان ياخذوا هن صوره، واذا هن شافوا كمان نحن بنقدر ناخذ صوره، الفرق التوقيت هذا بيلعب لصالحنا، فايضا كان في هي الطريقه هي، فنحن حاولنا يكون كل الموضوع مغطى من كل جوانبه، بحيث ان شاء الله يكون علمي جميل، مضبوط، دقيق جدا، نعم. نفوت على شهر رمضان المبارك، شهر العباده، ونحن كلنا ثقه وراحه انه فعلا تم عمل جميل بشكل علمي، بشكل دقيق، يعني هذا الشيء كثير والله بيعطي فكره كثير حلوه عن الجهود العلميه ببلادنا. اكيد اكيد دكتور محمد، يعني اليوم قبل ما نختم حديثنا خلينا نمر سريعا، هل في احداث فلكيه رح يشهدها شهر رمضان المبارك لهذا العام ايضا وخلال هي الايام؟ يسلم ايديك سلمى، عم ننتظر هذا السؤال لانه نحن عندنا كمان فعاليتين بنفس الوقت عم نرصدها ونقوم فيها، اللي هي اولا هطل شهاب القيثاريات يلي هي هطل شهابي ضعيف لكنه موجود وزروته من 20 ل 26 نيسان، اي نحن ما زلنا بهطل الشهابي اللي يسمى القيثاريات، يشاهد بالجهه الشماليه الشماليه الغربيه مع ساعات الفجر الاولى، وبما انه هلا نحن عاده برمضان بيكون السهر شوي متاخر فممكن نشوفها من منازلنا، العدد الشهب قليله نسبيا، يعني اذا شفنا ثلاثه او اربع شهب جيد جدا. اضافه لهالشيء نحن عندنا فعاليه كثير مهمه وان شاء الله يا رب يعني تجينا فرص ثانيه نحكي عنها، اللي هو يوم الارض العالمي اللي كان بالامس يوم الاربعاء 22 نيسان، كان هو يوم الارض العالمي، هذا اليوم اللي بيحتفل فيه كل دول العالم باهميه هذا الكوكب، وهالسنه كانت استثنائيه بسبب انتشار وباء كورونا، فكان الاحتفال بطريقه اخرى بيوم الارض العالمي. نحن كاعضاء بالاتحاد الدولي للفلك كان عندنا برنامج واضح للاحتفال باليوم العالمي الارض، اليوم رح ينتشر على صفحاتنا فيديو خاص باليوم العالمي الارض من تقديم شباب الجمعيه، رح نحكي فيه عن فكره قدمناها، الفكره هي ربط حاله انتشار وباء كورونا بين البشر بنفس حاله ما يقوم به البشر بالارض من تغيرات مناخيه، نحن عم نلاحظ انه من علامات لا سمح الله وباء مرض كوفيد 19 وارتفاع درجه الحراره، هذا الانسان عم يعمله بالارض، ارتفاع درجات الحراره، عم بحس بسعال جاف والصعوبه بالتنفس، نحن هيك عم نعمل بالارض بسبب الغازات السامه اللي عم نطلقها، زياده غاز ثاني اكسيد الكربون برئتينا، نحن هيك عم نعمل بالارض، زياده غاز ثاني اكسيد الكربون بالغلاف الجوي للارض، اذا شبهنا ما يحدث بالانسان بسبب فيروس كورونا ما نقوم به كبشريه للارض، مشان هيك دائما نحن بنطالب انه ديروا بالكم على الارض لحتى نحن نضل بصحتنا
نضل بسلامة، نبعد الفيروسات عن البشرية، ننتصر على الفيروسات، يجب فعلا أن نحافظ على الأرض، على مناخ الأرض، على حرارة الأرض. وهي كانت رسالة اليوم العالمي للأرض يلي 22 نيسان بدأ الاحتفال فيها، ومستمرين بهالكم يوم الاحتفال فيها إن شاء الله لمنتصف رمضان. موعد القمر العملاق الأخير هذا العام بالنسبة للظواهر الفلكية، حيكون عندنا قمر عملاق هو الأقرب والأجمل والأروع بمنتصف شهر رمضان المبارك تماما، حيكون ب 14 ليله 14 15، ليله 14 ل 15 حنشوف قمر جميل جدا وهو الاكبر واخر قمر عملاق، يعني خلاص ما في غيره، تعبناكم معنا بالقمر العملاق، ففرصه لتصويره ومشاهدته ومراقبته. أكيد نتشكرك على وجودك معنا دكتور محمد، ونوجه تحية لجميع كادر الجمعية الفلكية السورية على الجهود اللي عم تقوموا فيها، نوجه تحية لكل الموجودين اليوم لرصد هلال رمضان. نتشكرك كثير، شكرا. نور يسعد صباحك سلمى، يسعد صباحكم وكل عام وانتم بألف ألف خير يا رب. وانت بألف خير يا رب، ينعاد عليك وينعاد على بلدنا بالخير والصحة. شكرا لك دكتور محمد.